وحركة مهمة جدا تزعمها بطلان عظيمان من أبطال المملكة المغربية، دكتور عبد الكريم الخطيب والأستاذ محجوبي أحرار. فإلى الإخوان من اللي كانوا كيدوزوا داك الشهادات، دوزوا واحد العدد الإخوان من الحركة الشعبية، وأنا بوحدي اللي ماشي من الحركة الشعبية، حتى قلت لي ربما راه حتى أنا في الحركة الشعبية. الحقيقة هي هذه، ولكن واحد الشهادة ديالي ما كملوهاش، غنكملها لكم. ملي قالوا باللي دكتور الخطيب رحمه الله سي المحجوبي حردان رحمه الله، وهذا واحد من الزعماء القلال اللي كان ملي كيعيط عليا كنمشي عنده للدار، كيقول لي سي العنصر سي عبد الإله وانا رئيس حكومة راه سي حردان بغاك، كنقول له انا نمشي لعندو تنهز راسي نمشي عندو للدار، تنحاول داك الشيء اللي تيطلب مني نعملو نظرا لاحترامه والمكان اللي لقيت الدكتور الخطيب يحفظ له في نفسه، لدرجه انه النهار اللي كانوا جايين من الشمال كانوا في اسبانيا وجاو عملوا واحد الحادثه ديال السير، وقال الدكتور الخطيب ربما غادي نموت، قال له لا انت المهمه ديالك باقي ما سالت. السي الخطيب قال السي العنصر قال السي محجوبي حرضان انت المهمه ديالك باقي ما سالت. كان كيحبوه كيثق فيه وعنده في واحد المكانه كبيره، وهذه المكانه هي اللي احتفظت بها العداله الامميه من بعد الدكتور الخطيب رحمه الله. هذه الشهاده الاخوان قلت لهم الاولى الدكتور الخطيب سي المحجوبي احضان المغرب كان ممكن يمشي للخطر ديال الحزب الوحيد، وقلت لهم الحزب الوحيد ماشي خطر حيت كان فيه حزب الاستقلال او الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، هو خطر لانه يهيمن على الحياه السياسيه، وبحال اللي قال يعني المحجوبي حرضان رحمه الله ما غاديش نكونوا جاهدنا باش يجي الاستقلال باش نفقدوا الحريه، يمكن ان يفقد الحريه للمواطنين. ولهذا بغيت نقول لكم اليوم الاخوان ديال الحركه الشعبيه، بلادكم محتاجه لكم، محتاجه لكم رجال ونساء ديال المبادئ ديال القيم ديال الاخلاق ديال داكشي اللي جمع الزعماء ديالكم النهار الاول، واللي خصو تبقاو شادين فيه وديروا في البال ديالكم مزيان، راه العود كيركب عليه غير واحد، الاخرين خصو يدفعوا ماشي يركبوا، ما كاينش كيفاش ديروا تركبوا كاملين. فلهذا انتم في المؤتمر ديالكم انا كنتمنى لكم التوفيق، ولكن ديروا في البال ديالكم ان المرحله اللي حنا فيها هي مرحله ديال التضحيه، هي مرحلة ديال النضال، هي مرحلة ديال البذل، أظن أنكم ستكونون في المستوى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد عبد الإله بن كيران.